السلام مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده وفي احسن الاحوال ان شاء الله. المهم اليوم بغيت نتقاسم معكم مشترياتي البسيطه، كنتمنى انها تعجبكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي ابوني وجيم وخليوا لي التعليقات ديالكم وبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم وفعلوا الجرس باش توصلوا باي فيديو جديد. وبقاو معايا باش نوريكم مشترياتي البسيطه والمتواضعه. انتم اول حاجه هي هذا العقيق، وهذا العقيق كنت خديته من داك السوق اللي قلت لكم في باب شله في الرباط، قلت لكم في فيديو سابق. المهم انا نحيدو من الميكا ديالو باش تشوفوه مزيان. هانتوما، وتا هو كنت خديتو بخمسة دراهم. زوينين هادو بجوج، تا هما كيجيو زوينين بزاف. هانتوما العقيق ديالهم كريستال وصغيور رقيوقين. كاين هذا، تا هو كريستال ولكن مختلف على هادو اللي وريتكم دابا. هذا الحجيرات ديالو كبيبرين. كاين هاد الملون، هذا رائع الحقيقة، هذا كيعجبني أنا بزاف حيت فيه جميع الألوان، ممكن تلبسو مع أي حاجة. وكنت خديت له هذا رقيوق كيجي معاه، تا هو ملون فيه الألوان كاملين، وفي حقيقة كيجيو زوينين هادو بجوج، كيتلبسو بجوج. وخديت لهم واحد الخويتمات أنا غنوريهم لكم. الخويتمات اللي خديت لهم كيجيو ثلاثة مع بعضياتهم، واحد فيه الحجرة في البلوستيال وواحد في الغوز بيبي وواحد في خضيدر مفتوح. تا هما كيجيو زوينين بزاف. هادو كنت خديتهم من داك الحانوت اللي قلت لكم في مونفلوري في شارع الكرامة. هادو ديال تركيا وما كيكحالوش، وفعلا انا هادي شي مهم مده وما عندي موقعت لهم حتى حاجه. خمسة دراهم الواحد، اذا بثلاثه بيهم كيديروا 15 درهم. كاين هاد البيض هذا ديال الكريستال، هذا ما شريتوش، هذا غير صوبته بيدي. هانتوما نبينو لكم في ماشي في يدي باش يجي باين مزيان، هكا باين بوضوح حسن. تا هو زوين. وكاينين هادو كيتصاوبو عندهم الذهب، ممكن يدير لك فيهم. المهم هو بوحدو كيدير 20 درهم هاد العقيق بوحدو. ولا بغيتي يزيد لك فيه هاد الحجيرات هادو الملونين، وكاين اللي كيزيد فيه خميصة النقرة ولا ديال الذهب ولا شي حاجة. كاين هاد الكحل، هذا وكاين هاد الغوز بيبي. تا هو بحالو. وكاين هذا، هو بحالهم، ولكن هذا زايده فيه واحد الحاجه، زايده فيه انا هاد هانتوما هادي ديال النقره، وجايه زوينه بزاف. هادي بخمسة وعشرين درهم، وعندها هادي واحد الحاجه باش كتحيد وتسد، يعني الا بغيتي تحيدها من هاد العقيق ماشي تحلو كلو عاد تحيدها، عندها بحال واحد السداده كتكون في السناسل، كتحلها وتحيدو وديرها في العقيق اللي بغيتي. شوفوا شحال زوينه، 25 درهم، وهذا ب 20 درهم.
هاد الشي اللي كاين ولا عجبكم هاد الفيديو ما تنساونيش ديروا لي ابوني وجيم وخليوا لي التعليقات ديالكم وفعلوا الجرس باش توصلوا للجديد وبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم وشكرا بزاف على المتابعة. الى اللقاء.